السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي الكرام وأخواتي الفاضلات، معكم مصطفى صادق. ما زلنا مستمرين معكم في كورس الديجيتال لوجيك ديزاين، ووصلنا إلى الحديث عن الكومبلمنتس أو المتممات. الكومبلمنت هو بالحقيقة يعني رقم يتم حسابه من أجل تبسيط وتسهيل عملية الطرح، لأنه عملية الطرح في الحواسيب الرقمية تعتبر عملية مزعجة، وحتى بناء السبتراكترز يعني الطارح أو جهاز الطرح يعتبر هو أيضا يعني فشيء مزعج، و عادة يعني في أغلب الأرثمتيك لوجيك يونتس يعني وحدات الحساب والمنطق يتم بناء الآدر فقط، يعني جهاز الجمع أو الجامع، وعملية السبتراكشن تحصل من خلال استخدام الكومبلمنتس اللي هي يعني فد عملية تحايل أو تلاعب لتحويل عملية الطرح إلى جمع باستخدام يعني الكومبلمنتس أو المتممات. لكل نوع من أنواع الأنظمة الأعداد البيس R أكو عندنا الـ R-1 complement اللي هو R ناقص 1 complement، والـ R complement يعني مثلا إذا كنا نتحدث عن النظام الثنائي فعندنا الـ 2's complement اللي هو R complement والـ 1's complement اللي هو R ناقص 1 أو 2 ناقص 1 اللي هي 1 complement. بالنسبة لأي عدد إذا كان يتكون من N من الـ digits، N من المراتب، يعني مثلا إذا كان هو يتكون من 4 مراتب يعني هذا الـ N يساوي 4، فإنه حتى نقدر نحسب الـ R-1 complement يعني الأساس الخاص بهذا النظام العددي اللي هو إذا كان عشري هذه الـ R تساوي 10، إذا كان نظام ثماني فإن الـ R تساوي 8، إذا كان نظام سداسي فإن الـ R تساوي 6 وهكذا. R-1 complement حتى نقدر نحسبه فإنه بالحقيقة راح ناخذ R أس N، R اللي هو البيس الأساس أس N اللي هو عدد المراتب، ماينس 1 ناقص 1 ناقصا العدد الأصلي، هذا على مود نقدر نحسب الـ R-1 complement. الـ R complement نقدر نحسبها من خلال الـ R أس N minus N، R أس N small minus N، يعني هسه هذا إذا أجينا نريد ناخذ فد أرقام يعني أمثلة عليه، وأجينا سوينا new share إلى whiteboard. الآن إذا افترضنا أنه عندنا العدد وليكن مثلا 2 2 3 3 اللي هو بالنظام الرباعي، فهسه هاي الأربعة مالتنا هي بالحقيقة هي الآر، وهذني الواحد 2 3 4 هن مجموعهن معناته الآن تساوي 4. بهذه الحالة إذا أجينا ردنا نحسب الفور كومبليمنت اللي هو يسمونه يعني الفورث كومبليمنت، وكذلك الثيرد كومبليمنت اللي هو الآر كومبليمنت والآر ماينس 1 كومبليمنت. إذا أردنا نحسب الـ R الـ fourth complement مثل ما ذكرنا، شنو راح نحسب؟ مثل حسب القانون اللي هو الـ R أس N minus 1 طبعاً ناقصاً العدد الأصلي. الـ R هنا هي 4، 4 أس 4، 4 هي الـ R، والـ N عندنا 4، 4 أس 4 16 ناقص 1 معناته 15 ناقصاً العدد الأصلي، ونكمل الحسابات مثل ما راح نشوف بالأمثلة اللي راح نشوفها بعد قليل إن شاء الله. نفس الشيء بالنسبة للآخر اللي هو R أس N الكل ماينس N، ونقدر نحسب بالنسبة للعدد الآخر. هسه راح نأخذ إن شاء الله فد مجموعة أمثلة توضح لنا الفكرة. بالنسبة للناينس ناينس كومبليمنت والتنس كومبليمنت، يسموها ناينس كومبليمنت يعني المتمم التاسع، والتنس كومبليمنت اللي هو المتمم العاشر، هذه طبعا المن للنظام العشري. الناينس كومبليمنت مثل ما ذكرنا ناخذ 9 9 9 9 9 على قد مراتب العدد ناقصا العدد نفسه يطلع لنا الناينس كومبليمنت. يعني هنا اذا كان عندنا هذا العدد اللي هو يتكون من هذه المراتب 1 2 3 4 5 6 مراتب، فناخذ 6 تسعات 9 9 9 9 9 9 ناقصا هذا الرقم يطلع لنا هذا الناينس كومبليمنت. طيب الناينس كومبليمنت ايضا لهذا الرقم اللي هو عباره عن 9 9 9 9 9 9 ناقص هذا الرقم يطلع لنا الناينس كومبليمنت. التنس كومبليمنت بالحقيقه هو عباره عن الناينس كومبليمنت زائد 1، يعني هنا مو حسبنا الناينس كومبليمنت لهذا الرقم، من نزوده 1 يطلع عندي التنس كومبليمنت. هنا مو حسبنا الناينس كومبليمنت لهذا الرقم، مجرد انه نجمع ويا واحد يطلع عندي التنس كومبلمنت وهكذا. نفس الشيء بالنسبه لي الوانس اند توس كومبلمنت، المتمم الاول والثاني، هذا ايضا للنظام الثنائي.
الوانس كومبلمنت مثل ما ذكرنا انه مجرد انه نقلب الاصفار وحدات والوحدات اصفار، اي رقم يجيني ثنائي يتكون من مجموعه اصفار ووحدات، حتى اقدر احسب الوانس كومبلمنت فقط اقلب كل صفر واحد وكل واحد صفر، كل صفر واحد وكل واحد صفر، simply replace ones and zeros، كل الاصفار يصير وحدات وكل الوحدات تصير اصفار. نفس الحاله بالنسبه لهذا الوانس كومبلمنت لهذا الرقم، ايضا الصفر يصير واحد، الواحد يصير صفر، الصفر صفر صفر يصير واحد واحد واحد، واخيرا واحد صفر واحد يصير صفر واحد صفر اللي هو هذا الرقم. التوس كومبلمنت هو بالحقيقه ايضا ببساطه هو الوانس كومبلمنت زائد واحد، يطلع عندي توس كومبلمنت اللي هو ايضا add one to the ones complement، فقط عمليات حسابيه بسيطه جدا من اجل حساب الناينس والتنس كومبلمنت وكذلك الوانس اند توس كومبلمنت. نفس الشيء هنا بالنسبه لهذا التوس كومبلمنت هو عباره عن الوانس كومبلمنت زائد واحد، يطلع عندي توس كومبلمنت. طيب الان عرفنا انه شلون نقدر نحسب الوانس كومبلمنت، توس كومبلمنت، الناينس كومبلمنت، التنس كومبلمنت بالنسبه للنظام العشري والثنائي، شلون نقدر نستخدمها لعمليه الطرح. مثل ما ذكرنا اذا كان عندي الرقم ام ناقص ان باي نظام عددي، ثنائي، سداسي، ثماني، عشري، سداسي عشر الى اخره، فانه بدل ما انا استخدم الطرح بالحقيقه انه انا راح اجمع، نقوم بعمليه الجمع للعدد الاول زائدا المتمم للعدد الثاني، العدد الاول زائدا المتمم للعدد الثاني، يعني بالحقيقه هي راح تصير عندي عباره عن ام ماينس ان بلس ار اس ان. الآن إذا كان العدد الأول أكبر من العدد الثاني the sum will have an end carry، يعني إذا كان العدد الأول أكبر من العدد الثاني هنا راح يطلع عندي فت carry، يعني اللي هو يعني اللي الأعداد اللي باليد، فهذه مجرد discarded، يعني مجرد أنه نقوم بإهمالها. أما إذا كان العدد الأول أقل من العدد الثاني فهنا أنا ما راح يطلع عندي يعني ما راح يطلع عندي carry on، فبالنتيجة هنا أنا راح يطلع عندي الناتج النهائي هو R أس N ماينس M ماينس N اللي هو الـ R's complement، ولذلك فإن النتيجة النهائية اللي أنا حصلها هو عبارة عن أنه فقط أضيف سالب إلى العدد. هنا إذا طلع عندي carry on أحذفه ويبقى العدد موجب، أما هنا إذا ما طلع عندي carry on يعني إذا كان العدد الأول أقل من العدد الثاني يعني بالحقيقة الناتج راح يطلع عندي سالب، فالناتج اللي يطلع عندي من عملية يعني الجمع مع الـ R's complement مجرد أنه أضيف أمامه إشارة سالب مثل ما راح نشوف بالأمثلة بعد قليل. هنا أنا مثلا إذا كنا نتعامل مع النظام العشري وكان عندي هذا الرقم الكبير ناقص هذا الرقم الصغير، بدل ما أنه أقوم بطرح الطرح الاعتيادي اللي احنا نعرفه بالحقيقة راح أخذ الرقم الأول مثل ما هو زائدا الرقم التنس كومبلمنت للرقم الثاني. التنس كومبلمنت منين نجيبه؟ من أنه أخذ 9999 ناقصا هذا الرقم والناتج أجمع ويا واحد يطلع عندي التنس كومبلمنت، هذا هو الرقم طلع عندي. فأجيت جمعت هذا الرقم ويا هذا الرقم طلع عندي هذا المقدار، بعدين أنه بهذا المقدار اللي هو يعني أنقص من عنده يعني discard the end carry، الكاري بالنهاية أقوم بحذفه وأنقص من عنده هذا المقدار اللي هو 1 2 3 4 5 6 مراتب، يعني هذا ماينس 100,000 والناتج النهائي هو هذا اللي يطلع عندي مجرد انه اسوي ديسكارد الى هذا الكاري اون اللي موجود بالنهايه بحيث انه يطلع عندي النتيجه ايضا هي 5 مراتب لانه انا اصلا بدات ب5 مراتب. يعني عمليه تحس بها انه هي معقده كحسابات ولكنه بالنسبه للحاسوب راح تكون اسهل بكثير من عمليه الطرح المباشر كيعني دوائر منطقيه والكترونيه. نفس الشيء هنا عندك اذا هذا الرقم الصغير ناقصا هذا الرقم الكبير ايضا الرقم الاول ناخذه مثل ما هو مجرد نضيف له صفر ونجمعه مع التنس كومبلمنت للرقم الثاني يطلع عندي فد ناتج معين، الناتج المعين اللي طلع لي there is no carry on، ما عندي فد باقي هنا زايد انه على مود احذفه، فبالحقيقه ايضا راح اقول انه ناقص التنس كومبلمنت لهذا الرقم، الناتج اللي انا اريده هو ماينس التنس كومبلمنت لهذا الرقم، يعني ناخذ التنس كومبلمنت لهذا الرقم ونضيف امامه اشاره ماينس. طبعا هذه يحتاج لها يعني براكتس، راح تحتاج لها ممارسه واعاده الامثله عده مرات من اجل فهم الفكره افضل. نفس الشيء بالنسبه لي يعني الطرح باستخدام الكومبلمنتس للاعداد اللي هي unsigned. unsigned يعني شنو؟ يعني ليس فيها اشاره، يعني الاعداد الموجبه فقط. ايضا اذا كان عندي هذا الرقم ناقص هذا الرقم، الرقم الاول اخذه مثل ما هو واجمعه بدل ما يكون الطرح، احول الطرح الى جمع، وهنا أنا راح أضيف التوس كومبلمنت لهذا العدد. هنا أنا طبعا أيضا راح يطلع عندي فد ناتج معين أنقص من عنده هذا الرقم
واخيرا يطلع عندي هذا الناتج بعد ما اقوم بحذف او ديسكارد الكاري الاضافه او الامور اللي تبقى عندي باليد بالنهايه، فيطلع عندي هذا المقدار كطرح، يعني 1 ناقص 0 1 1 ناقص 0 1 0 ناقص 0 0 ناقص 0 1 ناقص 0 وبالبقيه مثل ما هي. طبعا يعني ماكو فد شيء مختلف عن اللي درسناه بالمحاضره السابقه. نفس الشيء هنا بالنسبه لهذا المثال ايضا، اذا عندي هذا الرقم ناقص هذا الرقم، اخذنا الرقم الاول مثل ما هو، الرقم الثاني اخذت التوس كومبلمنت جمعتهن بدل ما اطرحهن، ما طلع عندي كاري اون. فبالحقيقه هنا ايش راح اسوي؟ راح اخذ هذا الرقم اخذ له التوس كومبلمنت واضيف له سالب. ناخذ التوس كومبلمنت لهذا الرقم، التوس كومبلمنت لهذا الرقم اللي هو هذا، ونضيف له اشاره سالب. طيب لحد الان كل اللي كنا نتعامل وياه هو الانسايند نمبرز اللي هي الارقام اللي ما بها اشاره. شنو معناتها ما بها اشاره؟ معناتها هي دائما الارقام الصحيحه الموجبه. طيب كيف نتعامل مع الارقام السالبه؟ اكيد يعني يجب ان نقوم بتمثيل كل شيء من خلال الارقام الثنائيه، لانه الحواسيب ما تفتهم عمليه الجمع والطرح او ما تفتهم اشاره الموجب والسالب، فلازم اكو في طريقه معينه نقدر نعرف فيها العدد انه هو موجب او سالب فقط من خلال الارقام، فقط من خلال الاصفار والوحدات. فهنا أنا بالحقيقة أكو عندنا ثلاث طرق لتنفيذ هذا الشيء. واحدة منها يسموها الساينت ماجنتيود، القيمة اللي فيها إشارة، والطريقة الثانية باستخدام الوانس كومبليمنت المتمم الأول، والطريقة الثالثة هي باستخدام التوس كومبليمنت. في كل حالة من الأحوال إحنا ننظر إلى البت الأخير إلى الجهة اليسار، البت الأخير إلى جهة اليسار. إذا كان صفر فمعناته أنه هذا العدد يعني الواحد always positive. Sorry, for negative numbers the sign is always 1. إذا نشوف 1 في النهاية معناته هذا عدد سالب، وإذا أشوف 0 في النهاية معناته هذا العدد موجب. فهسه هنا إذا أخذنا الطريقة الأولى اللي هو راح يكون عندك the left most bit، يعني البت الأبعد إلى جهة اليسار، راح يحمل هو يسمونه sign bit اللي هو البت الخاص بالإشارة. إذا كان 0 معناته العدد موجب، وإذا كان 1 معناته العدد سالب. وبقية البتات طبعا راح تحمل الابسوليوت ماجنتيود، يعني القيمة المطلقة لهذا العدد. فهنا مثلا إذا جينا شفنا هذا الرقم، نحسب أنه 1 2 3 4 5 6 7 8 8 أعداد أو 8 مراتب، شفنا أنه آخر مرتبة هي 1، فهذا بالحقيقة هو ماينس 47. يعني هذا الرقم هو بالحقيقة سالب 47. ليش؟ لأنه آخر بيت من عنده هو يعني 1. هذا الرقم إذا جيت أيضا حسبته راح يطلع عندي 47، ولكن لأنه آخر بيت هو صفر راح أعتبرها هي 47 موجبة، وهكذا. بالنسبة للثمان بتات هذه أقدر أمثل بها الأعداد من سالب 128 إلى موجب 127، وهكذا بالنسبة للبقية. يعني إذا كل ما كان عندي عدد أكبر من البتات كل ما قدرت أنه أمثل عدد أكبر من يعني الأعداد. الطريقة الثانية هي باستخدام الوانس كومبليمنت أيضا، مجرد أنه نقوم يعني العدد الأصلي، مجرد أنه نبدل الأصفار وحدات والوحدات أصفار، راح يطلع عندي الوانس كومبليمنت مالته اللي هو العدد السالب المقابل لهذا العدد. فمثلا إذا أخذنا هذا الرقم الماينس 6، هذا هو الماينس، يعني هذه الستة الأصلية، كل الأصفار وحدات وكل الوحدات، كل الأصفار وحدات وكل الوحدات تصيران أصفار، يطلع عندي ماينس 6، هذا هو المقدار. أيضا نأخذ 8 بتات يعني أقل شيء. طريقة التوس كومبليمنت أيضا، مجرد أنه نجد الوانس كومبليمنت ونضيف له واحد. يعني مثلا هذا الرقم 6 إذا جينا عبرنا عنه بطريقة يعني بالباينري هو 0110، وهنا طبعا 4 أصفار، نحسب الوانس كومبليمنت اللي هو نقلب الأصفار وحدات ونقلب يعني نقلب الأصفار وحدات والوحدات أصفار، يطلع عندي هذا الرقم. هذا الرقم أجمع ويا واحد يطلع عندي التوس كومبليمنت اللي هو أيضا يعتبر عدد سالب أو قيمة سالبة أو يسمى signed integer أو signed number، رقم ذو إشارة يعني فيه إشارة، بمعنى أنه هو ممكن يكون سالب. بعد ذلك إن شاء الله في المحاضرة القادمة راح نتكلم أكثر عن arithmetic operations، عمليات الجمع والطرح والقسمة والضرب بشكل مفصل أكثر. فخليكم ويانا، تحياتنا للجميع وشكرا جزيلا ومع السلامة.